السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. زي ما بتعرفوا كود موبايل مليئه بالاسلحه المثل، الاسلحه اللي باللون الاحمر، وانا عندي 16 واحد منهم تقريبا، عددهم كامل 20 او لا مش عارف كم، 18 19 سلاح، عندي 16 منهم. ايش يعني هذا الحكي؟ يعني انه في اسلحه من زمان ما جربناها، ولذلك اليوم راح نجرب هاي الاسلحه الميثك. من ضمنها راح يكون سلاح الديل كيو، لها باللوتس، سلاح الكيلو، اغنيه الشيطان، اي كي 47، اشراق. هنجرب هاي الثلاث اسلحه مع بعض، فلذلك بديش اطول عليكم، الاسلحه موجوده معاي فليتس جو. طيب اول سلاح معانا ديل كيو. السلاح الصراحه بيستاهل مقطع كامل، لانه ممكن احلبه ونزل مقطع ديل كيو 121 120 فريم. ما حبيت يكون مقطع لحاله، حبيت ادخل معه كم سلاح، فلذلك راح نبدا في الديل كيو. والتركيبات يعني صرت معطيكم اياها 70,000 مره. المهم تركيبات امامكم، خلينا ندخل الجيم ونجرب مع بعض. يا رب موبتات. اح يا جماعه، صار لي 20 دقيقة بصور عشان ادخل جيم. تخيلوا يعني المقدمة حكيتها دقيقتين، دخلت الجيم 20 دقيقة. الله اكبر. لا وهسه بدخلك بالبوتات، تخيل ويلي. لا اوكي مش بوتات الحمد لله، بس يا رب بشر طبيعيين، يا رب مستوى السنايبر شوي عالي يا رب. حلو، يعني اشياء غير سارة، اشياء غير سارة. تعال 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 تعال، بقول لك تعال، حتى هيك يجرب يطلع راسه، يعني مش هتخسر ايش انت وياه. يا شباب وين راي؟ يا جماعه والله رصاص ضيعت، ولا رصاصه بضيع يا ماما. يا الله يا ويلي، ضيعت اخيرا. او ماي جاد يا ويلي، المقطع ينتهي هون يا جماعه. خلاص المقطع انتهى فعليا، المقطع انتهى قبل ان يبدا. انت شفتوا كم وحده؟ ولا رصاص ضيعت. لا لا هاي صعبة هيك، خلص انحسدنا خلاص، ضربتوني عين، شكرا شكرا. بس تعرفوا خلاص يعني انا هيك اكتفيت، ممكن اخلص الفيديو تبع. يا ويلي يحا. تعال صار صعب دور عليك، تعال تتبنيش معك، تعال بقول لك. أحا. صبر صبر صبر. لا حرام، 17 كل يا جماعة. خلاص انا خلص الراوند هون، بس الموضوع انتهى، الجيم خالص، موضوع خالص، ما في شيء خلاص. مجرد ما يخلص الراوند خلاص انا قفلت الجيم، اروح اللي بعده، دي الكيلو اي شيء خلاص. تعال وين رايح؟ ايزي. اطلع يا ابني، اطلع يا ابني، تعال يا جماعه. مش مستواي، مش مستواي، مش مستواي. احنا كنت اطلع من الجيم جد، انه بكفي يعني خلاص. وصلت الفكره؟ دي ال كيو ميثك خلاص وصلتكم؟ شوف 24 كل براوند عباره عن جيم، نروح للي بعده. بس ايش يعني، خلينا نخلص الجيم. صحيح انه الراوند الثاني ما جبت فيه اداء زي الراوند الاول، يعني كل اللي جبته 10 كلات، ولكن كان في لقطات كويسه، بس اكيد مش راح اشاركها معكم لانه الراوند الاول كفايه، ما ضيعتش ولا رصاصه. فبالتالي ننتقل للسلاح اللي بعده اللي هو الكيلو. والكيلو صراحه يعني سلاح بيستحق انه نعطيه فرصه، فلذلك ها سلاح الكيلو جاهز. بامانه مش عارف اذا هي التركيبات يعني راح تكون مناسبه ولا لا، بس يعني لقيتها بالكلاس عندي، الله اعلم من اي سنه. المهم هنجربها مع بعض، و خلونا نبدا نص ساعه لحد ما نبدا جيم. للكيلو مش احسن شيء الصراحه، والله مش احسن شيء لاي شيء. والله كان فينا شيء الثلاث، يعني ليه تاخرت؟ ودي البوي هذا شو اسمه ماخذ نيرف. يا ابني طلع راسك، مش شايف انت يا ايم غبي.
طيب ضيانة وين راح؟ يشيلني؟ الحمد لله لا. أشيل صاحبه؟ لا برضو. غريب. أوكي نفس سكني بس مش حاليا. شفتك. شفتك يا بطيء الحركة. خلص لمحتك أخذت منك كفر أعرف إنك مكشوف. اطلع اهرب اعمل أي شيء. اختفي. يا عيني لا الكيلو. 40 رصاصة يا مسلم. والله يا اخي الكيلو انا كلنا سلاح مثك ومش عارف ايش طبلنا لك من في الكفايه خلاص انا اشتغل كويس لا حول ولا قوه الا بالله انعدم المستوى يا الله الكيلو معدل اطلاق بطيء 40 رصاصه بخلصني بثاني في مشكله اخر تجربه راح تكون للهاي كيلو سيء جدا راح انغدر من وراي في واحد متخلف هون يا الله صار لي ساعة بتفاهم معه بالأخير واحد ثاني جاك أساسا بالنهاية خسرنا بالنهاية خسرنا بعد كل هذا العناء طيب بالكيف خلصنا منه نعطيه ختم العفن وصل إيه كسبوا 40 رح تأخذ ختم العفن زي صاحبك ولا لا إيه كسبوا 40 هيا بنا جماعة هاي مسخرة جماعة مسخرة مشكلة بتستنى الجيم 10 ساعات بالأخير بدخلك مع هاي الأشكال يعني يا رب مش بوتات بليز نو طيب تك 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 فجر راسه حلو شوف في ثالث كيف تكسر راس خصمك كيف تكسر مؤخرة خصمك كيف تشيل خصمك من بعيد؟ من قريب؟ لا اصبر يا مسلم طب والله لو كان معي رصاص بس 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 كيف تشيل خصمك بعد ما يرمي عليك غاز؟ هيك كيف تشيل خصمك من البيت؟ خلاص اوكي يعني 16 كل بالاكي 47 مش احسن شيء بس يعني مش اسوء شيء الحمد لله انا بفضل وين حبيبي طب يعني المفروض يعني تشيك على الباب او قبل الشباك يا سلام على الايم الليزري اوف اوف في الكلتش مش عارف يا اخي ضو السلاح عماني عماني عن الثالث ولكن انا بعرف كيف اجيبه تمام يا سلام ما اشطركم اتمنى نحافظ عليها شوي صغيره بس يلا يا ابني شفت كيف هيك تكسر السنتري الحمد لله فوزنا شوف الخساره بالراوند هذا او الفوز تبعنا في هذا الجيم 150 139 الجيم الماضي خسرنا 150 139 لنا واو قديش يعني نتيجه طيب هيك بنكون جربنا أسلحة الميثيك اللي زمان ما لعبنا فيها DLQ كيلو و AK47 جربناهم مع بعض وصار لعشر ساعات بصور نصهم شو ثلاث ارباعهم بكون بستنى في الجيم يبدأ والحمد لله انتهينا لا تنسى تكتب تعليق حلو زيك يا حلو انت اذا اخوانا بفلسطين شكرا لكم على المشاهدة مع السلامة